السلام عليكم. إيران تستعد لحدثة جلل وتطلب من سكان طهران عدم القلق. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. دعت العديد من الوكالات الإيرانية المواطنين في طهران إلى عدم القلق من سماع دوي طيران المروحيات يوم الأحد في سماء العاصمة، وأفادت الوكالات عن مسؤولين في هيئة إدارة الأزمات بطهران أن التدريبات المشتركة لإغاثة الجو لمحاكاة ظروف الزلازل سوف يقام يوم الأحد في طهران، وإنه يتعين على المواطنين أن لا يقلقوا من كثرة تردد المروحيات والطائرات في سماء العاصمة. وقال المصدر للوكالات: وقوع زلازل بقوة أكثر من 6.5 درجة على مقياس ريختر في طهران ليس مستبعدا، وبالتالي يجب أن تكون جميع وكالات الإغاثة والخدمات مستعدة لمثل هذا اليوم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.